خلال زياراتنا التفقدية لمشاريع صندوق الأعمار والذقار، اليوم كانت محطتنا هي في قضاء سيد دخيل لمتابعة عمل الشركات، وكان نسبة المشاريع الخدمية وفي الطرق الريفية في موازنة 21 حدود 492 كيلومتر، تم إنجاز ما يقارب 60 إلى 70% من عندها. اليوم هاي قضاء سيد دخيل أيضا أكو مشروع كان بعهدة شركة المحجوب بطول 67 كيلومتر توزعت على قرى سيد دخيل، نسبة الإنجاز جيدة من خلال عمل هذه الشركة تفوق المخطط بحدود 65%. احنا متابعين عمل الشركات من أجل تقديم الخدمات لأبناء المحافظة. عبارة عن طرق متفرقة داخل القرية، العمل مستمر بقرية الفرهة بالإكساء الإسفلت، عندنا العمل مستمر أيضا بقرية الحمران حصى خابط وقرية آل شلاقة حصى خابط وآل بوزيات حصى خابط، حاليا فاتحين بحدود 4-5 مواقع يشتغلون بنفس الوقت. الخدمات خير من الله، بس احنا نطالب هذا الفرع ظل، هذا الفرع يزودون الكمية شي 25 بيت عليه وظل، يعني الله شاهد هسه لا تمطر ما يطلع هذا الفرع، هذا فرعنا عليه 25 بيت. اي والله نحتاج لتبليط، لا ما الا تبليط مثل سبوي شيء هم يكملوننا لا يخلونا وراهم. اي والله العمل خير من الله، وان شاء الله هاي نعمه احنا وين يا كنا نتوقع هاي نحصل التبليط، والله عمام متوقعين هيك، انا صار عمري 30 سنه وما شايف التبليط زين، لو لا نعمه خير من الله.